راس مالو جلويه راس مالو جلويه باغي يعيش غير شويه باغي يعيش غير شويه اسمع اسمع صوت القزار اسمع اسمع صوت القزار راس مالو جلويه راس مالو جلويه كما كيقول المثل المغربي طاحت السمعة على القول مدن. هما ملي جا تقرير المجلس على الحسابات وشار السيد وزير الداخليه في البرلمان بان الحكومه فشلات في هذا المخطط المغرب في الشق ديالها ديال اللحوم الحمراء، بان لهم غير هذا الحرفي البسيط هو اللي بغاو يمسحوا فيه هذه المسائل. كذلك السيد الولي كنا اتصلنا به قال لك بان بين لنا واحد الفيديو كاين الاتساخ، اذا حنا نهار يديروا لنا الرخام راه نذبحوا فوق منه. حنا كنخدموا في المكان اللي هما متوفر لنا والنظافه تكون منها من الحق ديال الجامعة. حتى حنا عندنا قسط ولكن حنا لا غالبه الا الله. اذا هنايا هاد المزازير ملي تسدوا كاينه 50 مزاره في جهه الدار البيضاء، لكل مزاره كتشمل واحد 120 ديال الاشخاص، اذا غادي نضيع نشردوا واحد 6000 ديال القزاره غير بجهه الدار البيضاء. الا دخلنا على الصعيد الوطني كاينه 720 مزاره قرويه، ولا ضفنا لها الاعداد اللي كنقولوا اذا هذه مبالغ خياليه. واش الناس فكروا في هاد الناس؟ واش الناس ملي بغاو يديروا هاد الخطوات لقاو البديل؟ كما السيد الوالي قال لك من هذه مرحله انتقاليه، وبغينا نعرفوا المكان وبغينا نعرفوا الزمان. هنا ما عطاونا لا مكان لا الزمان. حنا خدامين ما كاين حتى شي مشكل، حتى جاوا قالوا لنا الاغلاق ديال المزازير، بغينا نعرفوا الاغلاق منين جاي اصلا. هما دابا غلقوا لنا المزازير جايه دابا ربع شهور وحنا باركين اصلا. وهاد الناس هادو فين غادي يمشيو؟ حتى ملي بغيتي تسدي عليهم مزازير اش عندهم شي دومين اخر غيمشيو ليه؟ عندهم شي حاجه اخرى غيمشيو ليه؟ راه ما كيعرفوا حتى شي حاجه. كيعرفوها السوق الكرنا البطوار. كاين الناس اللي عندهم 50 عام 54 عام غيمشي يتعلم شي صنعه اخرى، راه ما غاديش يتعلم شي صنعه اخرى. هاد الناس راه فات عليهم الوقت باش يتعلموا حرف اخرين. ودابا هاد الناس راه كاملين تقريبا جاي ربع شهر وهما متشردين واقفين كيطالبوا بالحقوق ديالهم، والحقوق ديالهم ساهله. حيتيني سديتي عليا يعطيني البديل، فين غادي يمشي؟ راه ما عنديش فين غادي يمشي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.